برضو مش عارف احنا بيقولون بينا نقاش وكان لازم ان احنا معلومات يعني دي محاضرات وفي فرق بين المحاضرات والابحاث العلميه فاللي معروض هنا محاضرات يعني واحد يجيب محاضره ويوجد نظره بيقول مدى فهمه جدا لكن بعد كده احنا بنتناقش مع بعضنا وحضراتكم ايه الخطا فين علشان خاطر الحضور دول يستفيدوا يعني نعرف فيه ايه فالحقيقه بشكركم جدا وبشكر الاساتذه الاستاذ الدكتور احمد خرمش على اداره الجلسه الجيده والى لقاء بكره باذن الله في المحاضره موعد المحاضرات التاليه الأستاذ الدكتور سعد يوسف أستاذ تربية النحل في كلية الزراعة في الزرقازي فليتفضل مدير الجلسة. السلام عليكم. نرحب بكم جميعا والحقيقة بشكر الأستاذ الدكتور سبع منصار رئيس المؤتمر أرجو استاذنكم ان انا اسلم مفتاح المحاضرات للاخ الغالي الدكتور علي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعدني ان اتي من سوريا اليكم تحيات اخوتكم الاحالي في سوريا واماكن سوريا واشكر شكرا جزيلا الإخوة في اتحاد الأحالي العرب وفي الأمانة العامة لاتحاد الأحالي العرب وأيضا الأمانة العامة المساعدة في مصر كما أشكر اللجنة العلمية المنظمة لهذا المؤتمر وعلى رأس أستاذ الدكتور أسامة الأنصار وأشكركم جميعا على الحضور وأتمنى لكم مؤتمرا أو منتدى ناجحا بإذن الله. سنبدأ هذه الجلسة في محاضرة للأستاذ خالد العمري من غرفة الصناعة والزراعة في بيروت فليتفضل. استاذ خالد الزميل الاستاذ قاسم المظفر امين عام مساعد الاتحاد المحلي العرب في العراق فليتفضل. المحاضرة لخمس دقائق نتكلم عن واقع النهضة العراقية.
خمس دقائق غير كافية نتكلم عن سنة واحدة وسنين من نهر الدواء، ولكن سأختصرها بموجز شريف. خليها عشر دقائق معلش، نحن نحب أنه نسمع شريف. العراسة على المدار القديمة تدري النهر ومؤثر تاريخيا من آلاف السنين من ناحية العراق، وخاصة في المنطقة الشمالية الموطن الأصلي من ناحية العراق. النهر في العراق نوعين، النهر الرصفة والنهر الأسود اللي هو من قصيدة الهجس في النهر السياحي. اعتاد النخالون والعراقيون تنمية النهر الاستدارة البلدية لأنه هو دخلت التربية الحديثة خلال لانج سبروس من الأربعينات من القرن الماضي. كان الاهتمام، لم يكن الاهتمام شديد في هذا الموضوع، لأنه في بداية السبعينات تم الحكومة العراقية لتحويل تنمية هذا القطاع وأحلى عاطفة تربية النخل بواسطة الدوائر الحكومية. واستعانوا بكثير من النخالين وخاصة النخالين المصر، وعدد منهم موجود حتى الآن معنا، فحولوا الخلايا البلدية إلى خلايا حديثة. في إحصائية للمنظمة الفاو أنه توجد 500,000 خلية عام 1972، كانت تنتج معدل 7 كيلوات لكل خلية. بعدها بدأ تهجيم النحل الهرمادي اللي استولته الحكومة العراقية من مصر، فازداد بدأ يتحسن النهر، لكنه بعد من بداية الثمانينات بدأ النهر يتدهور في العراق بسبب معاناة الشعب العراقي من الحروب. في 85 عام 1985 دخل حقيقة الفاضل بدون أن يعلم أحد بدخوله، مما أدى إلى كارثة، إضافة إلى ابتعاد الحكومة عن تربية النهر. في سنة 1991 بعد غزو الكويت وعلى المشاكل اللي صار في العراق، تدمر النحل الى ادنى ما يمكن، يعني في العراق كله كان 6000 خلية نحل. هذه احصائيه احنا عملناها بعد الحرب المباشره سنه 1990، يعني الشهر السادس من 1991. الجمعيه اخذت على عاتقها انه تساعد النخالين في إعادة إسكان الخلايا في الضوابط الجديدة، وتعاوننا بهمة كبيرة بدون مساعدة من الحكومة، لأن كان المفروض تصارع العراق. الحكومة تخلت نهائيا وباعت كل المناحل وكذا وقعدين عن تربية النحل كان. فقط استمت موضوع مبيدات الضوابط اللي هي عن طريق الحكومة كانت صفر. في 95 بدأت تظهر عندنا حالات النحل الزاحف، وانتهت لها منظمة الفاو وبدأوا يساعدون على الموضوع هذا، ورسلوا لنا الدكتورة الكويتية الله يحفظها، وقدرت تكون يعني تعمل لنا مشروع مساعدة طارئة. هذا المشروع قدرنا ننهض من جديد النحل العراقي من 6000 خلية إلى 100,000 خلية في بداية 2003. طبعا المنظمة العربية دخلت في الموضوع وأرسلت لنا الدكتور أحمد الخطابي اللي جالس معنا الصف الأول، وكشف عن المناحل وفي أمراض ومشاكل بسيطة، لكن المنظمة العربية ما ساعدتنا في هذا الموضوع. بعد 2003 وتعرض النحل كما يتعرض الشعب العراقي أنه دمرت المناحل، والوضع الأمني خطير جدا وما نقدر نتحرك. اعتمد العراق على النحل المرتفع، لانه احنا عندنا كل المناخات موجوده في العراق من الجنوب الى الشمال، والاوقات التزهير مختلفه، ولذلك اعتمدنا موضوع النحال المرتفع، وهذا كان يحقق نجاح كبير جدا بحيث ننقل النحل من الجنوب الى الوسط ومن الوسط الى الشمال، وبالعكس يعني من الشتاء ننقل الى الجنوب، وهكذا تبدي رحله. لكن الوضع الحالي الآن صعب جدا، ما نقدر ننقل إلى حد قبل سنتين، الوضع استقر يعني قليل من الأيام اللي حصلنا استقر، لكن الحدود مفتوحة، الحدود مفتوحة لدخول الأحسان
أجنبية وخاصة الصينية، والمعدات كذلك قاعدة تدخل المعدات الأوروبية، والنحل الغريب، يعني هذا اللي سبب لنا كارثة إنه دخل النحل الغريب من الحدود المفتوحة تدخل الخلايا ودخلت لنا أنواع الأمراض. انتبهت الحكومة قبل سنة والآن يعني منعوا استيراد النحل العشوائي، ولكن لا يزال يدخل يعني منع بسيط لاستيراد النحل عند هذا الصخور البسيط. واحنا دخلت أنواع الملكات ودخلت لنا أنواع الأمراض وأزمة النحل. الوضع النحلي السنة اللي فاتت كان أحسن وحافظ عليه لحد الآن. إحنا نتبشر السنة يعني الأمطار أكثر من السنين اللي فاتت، احتمال تركيا تعطينا خصم المياه، وهذا كل ما تحسن زراعتنا ويحسن لنا. جمعية اللي تأسست 91 كان عدد الأعضاء 2003 700 عضو. إلا أنه بعد الغزو تعرضت الجمعية إلى مفضل الجمعية دمر وحفرة، وكل ما عدنا راح تبع المنطوع. الآن حصلنا على مساعدة بسيطة نقدرنا نفتح مقر جديد، وبدأنا نعيد نشاطنا. والأخ توفيق الشاري اللي انتغلت علينا تقضينا، لأنه هاي ضربنا، هاي نتكلم معها على أساس حتى كده ضربنا، وهاي ضربنا اللي صار. ما نقدر نتصل بكل نحال لأنه وسائل اتصالها صعبة، وكثير من النحالين قتلوا أما أثناء نقل النحل أو نقل النحل من مكان إلى مكان. والانتشار الطائفي كان هذا أحد الأمراض الشديدة التي أصابت النحالين. الآن بدينا نعمل توعية، ولحد الآن عاد من 700 نحال عادلنا تقريبا 200 نحال إلى جميع. دخلت منظمات كبيرة إلى العراق، وهذه سبب من أسباب تدمر النحل. بدأوا يعطون مساعدات لناس غير نحالين ومبالغ طائلة، يشترون النحل بيده من النحالين، النحال إذا قبضوا عليه سعر زين يبيع النحل مالته، لكن اللي يشتريه راح يموت النحل ما راح يستفاد. فهذا سبب من أسباب إنه تدمر النحل أو ثالث كثير النحل بسبب عدم التدريب وعدم الأهلية لتربية النحل. الحكومة عندها فائض مالي كان ورادوا أن ينهضون بالعملية، لكنه الفساد الإداري والمالي هذا لما نمر استشرى عنا كبير، يعني هم ساعد على تدهور النحل في العراق، لأنه وزعوا النحل إلى ناس إلى أماكن غير مدروسة وغير صالحة لتربية النحل، وهذا أدى إلى تدهور النحل وقلة النحل. الآن يعني سعينا إلى مضمون استيراد الملكات، وإحنا راح نأخذ على عاتقنا تربية الملكات وكما نحصل على مؤونة من الكفار، ومؤونة يمكن من بعض الإخوان اللي يساعدون في الموضوع هذا، مؤونة رسائل والأشراف. حضورنا المؤتمرات الدولية ساعدنا على مؤونة نكتسب خبرات جديدة حول الموضوع. شكرا لكم. نشكر الأستاذ قاسم ونطمنه أن كل النحالين العرب المصريين والسوريين والأردنيين رهن شرائطكم لمساعدتكم في إقامة النحالة في العراق وبالنحالين كمان. تفضل تفضل. زملاء إذا كان في أي أسئلة ممكن أن تبعث مكتوبة، وبنهاية الجلسة نحن ممكن أن نواجهها لإخوة المحاضرين. السيد الأستاذ خالد العمري وفد الصناعة والزراعة في اليونان. تفضل. السلام عليكم. بداية نشكر دولة مصر والقيمين رئيس بداية نشكر دولة مصر اللي أتاحت فرصة المشاركة بهذا المؤتمر، وكمؤتمر أول صار ببلد معروفة بإنتاج العسل.